يمكن من أصعب المواقف اللي كانت في المؤتمر إنه في سؤال من بعض الصحفيين كان عن العلاقة بين ألي وسيسي وبين ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي. السؤال اللي اتقال بطريقة يعني زي أسئلة كتير، أوقات بيبقى في حرص من بعض الصحفيين، كل حد بيحاول يعمل شغل مميز للجهة الإعلامية اللي هو تابع ليها، بيتطلب مني أثناء المؤتمر في أجزاء من الثانية أنا كمان إن أنا أكون منتبهة وحريصة وحذرة جدا في انتقاء كلماتي في ترجمة الأسئلة اللي زي دي. حاولت إن أنا ألعبها صح، إن أنا أسأل ألي وسيسي سؤال مفتوح، اديله هو الفرصه كامله ان هو يتكلم، فادكفل للصحفي حقه، حق الصحفي ان هو يحضر المؤتمر الصحفي ويسمع الاجابه كامله من المدير الفني، وفي نفس الوقت ان المدير الفني يتكلم على راحته. فحاولت ان انا اتكلم معاه بشكل مفتوح عن العلاقه بينه وبين ساديو ماني. هو ادرك، هو باين على وشه ان هو عارف الهدف ده من السؤال ايه او ايه الغرض ورا السؤال ده، وابتدى فعلا يتكلم. دايما بتكون في يعني بعض خليني اقول التخمينات عن اللعيبه اللي بتلعب في فرق كبيره لما تيجي تشارك مع منتخبات بلدها، وده كان فعلا الهدف من السؤال وده اللي هو اتكلم عنه. هو حب ان هو يثبت وجاوب بذكاء، حب ان هو يثبت قد ايه ساديو ماني بيلعب بكل روح وبكل قوه مع منتخب السنغال زي ما بيلعب مع ليفربول بالظبط، لانه دايما بتكون في مقارنات زي المقارنات اللي بتحصل مع محمد صلاح، ده عادي واحنا اتعودنا على كده، وبتكون غيره وحب، يعني بنشوفها ان هي غيره وحب الناس على منتخب بلدها، الناس عايزه تشوف بلدها في المونديال فاكيد بتخاف، بتبقى عندها التخمين دي. عجبني جدا إجابة أليو سيسي في المؤتمر بعد الخسارة لما حد قال له هتغير ال 11 لاعب اللي شاركوا معاك في المباراة دي، قال لا أنا واثق في أداء لعبتي، أنا لعبتي كانوا كويسين، لعبتي قدموا ماتش كويس جدا. دي حاجة أكيد بتفرق جدا مع اللاعب نفسيا، ودي اللي أنا ذكرتها له لما كان في 2019 وخسروا من الجزائر في نهائي الكان. أكيد اللعيب لما هيسمع المدير الفني بتاعه بيقول كده، ممكن أتفهم جدا إنه في غرفة الملابس ممكن يوبخ لاعب، ممكن يقول له ما كنتش أفضل في الجانب ده، لكن إن هو يظهر قدام وسائل الإعلام ويتكلم معاهم بالطريقة دي اكيد تفرق معاهم جدا. ما نتمناش طبعا انها تظهر معاهم في مباريات بعد كده، بس اكيد تفرق مع اللاعبين المواقف دي. لما بتكون متطوع في لجنه الاعلام في البطوله، لازم تكون في اي بطوله طبعا بتكون عامل حسابك ان انت تتعرض لاي موقف من المواقف. عادي جدا ان انت تلاقي انه الناس بتنده عليك ومريم محتاجينك ضروري دلوقتي حالا تروحي جنب مقصوره الاعلاميين، فتحس ان انت رايح انت متوتر وخايف وعايز تعرف في ايه، يا رب ما يكونش حصل حاجه، طب يا ترى هعرف اتصرف ولا لا، وتلاقي انه مثلا في اعلامي بيتكلم فرنسي وما كانش في حد من زمايلي بيتكلم اللغه دي، والاعلامي بس بيسال هو تشكيل الماتش الطبع ولا لسه، بس لانه حد ما كانش عارف هو بيقول ايه فحس الموضوع كبير. ما انساش ابدا في استاد السلام الموقف ده كان بيبقى صعب جدا بالنسبه لي. هو استاد السلام مقصوره الاعلاميين بعيده شويه عن اماكن تانية في الاستاد، فانا استاد السلام كان مشوار كتير قوي رايح جاي، الصحفيين يسالوني فين اماكن التواليت، فانا بقيت عارفه مؤخرا انه اي حد هينده عليا وينده بالحرص ده، فانا عارفه هو مش هيسال على تشكيل، مش هيسال على اي حاجه ليها علاقه بالمباراه، هو عايز يعرف فين التواليت وابقى طالعه نازله. فكان لا كان تعب في استاد السلام الموقف ده ما انساهوش ابدا، لانه اتكرر كتير قوي في بطوله الكان 2019.